هذا الجزء الثالث من إيب مان، روابط الأجزاء اللي فاتوا غتلقاهم في الديسكريبشن. هذا إيب مان معلم محترف ديال الكونغ فو، وهو كيسقي واحد النبتة في المدرسة ديالو. دخل عنده واحد سميتو سوي وغيكون جا عنده لهنا باش يدربو. سوي كانت كتبان فيه متحمس، عنده الرغبة أنه يتعلم، ولكن إيب مان بان ليه مازال ما مستعدش. وعلاش؟ علاش؟ واش تي ولينا قد القب قد السطل، ترينيتي قدو، قال لك مازال ما مستعدش، راه مازال ما مستعدش، قطع الله يدير الخير. في نفس الوقت نشوف ولد إيب مان مدابز مع واحد الولد في المدرسة. ذاك الولد حتى هو كان باه معلم ديال الكونغ فو وعلمو شوية. شبكها مع ولد إيب مان، بداو ضربها فيا ضربها فيك، زرقوا لبعضياتهم العينين وما وقفوا حتى جات المعلمة فارقاتهم وغوتت لوالديهم. من بعد مدة قصيرة جا إيب مان ومراته، ولكن ذاك الولد كان باه كيجر واحد العربة وما كيساليش النهار كامل، ذاك الشيء علاش ما قدرش يجي. وهما كيهضروا مع المعلمة طار ذاك الولد على البيضة اللي عالجوا بها الضرابي وغيبان بلي فيه الجوع بزاف. إيب مان شاف هاد الشيء بقى فيه، طلب من المعلمة تصيفط با عنده فاش يجي، وخداو معاهم وتحركوا للدار. تما طيبات مراته العشاء، تعشى الوليد معاهم، وهو كيلعب مع ولد إيب مان وصل باه تسوليك. باه كانت كتبان فيه انسان ظريف مكالمي، طلب من ولده اعتذر لولد إيب مان، صالحوهم وهز العربة ديالو وتحركوا من تما. تسوليك داكشي اللي كانت كتدخل ليه العربة ما كافيش باش يعيش عائلته. داكشي علاش كان مرة كيشارك في كومبات ديال قتال الشوارع عند واحد سميتو فرانك. هذا تيم مساعد فرانك، هو الجيرون ديال هاد البلاصه والمكلف بكاع الاعمال ديال فرانك. داز عنده فرانك هاد الليله خدم عنده الروسيطه وقال لي قاد لي البلان ديال المدرسه في اسرع وقت. نهار الاخر إيب مان كيتصور مع شي معلمين، جاتو ابيل ما تجاوب القامراتو وغتكون كاعيه عليه حيت ما حضرش معها الدرس ديال الرقص. حاول يشرح لي راه كيحسب لي حتى السيمانه الجايه بغى يمشي ديك الساعه. قالت لي بلي صافي دابا مشى الحال وطلبات منه يدوز يجيب ولدهم من المدرسه. جلس صاحبنا مع المعلمين خدا الصوره بالخف وتحرك نيشا للمدرسه ديال ولده. تما تلاقى تصوليك حتى هو كيتسنى ولده، سلم عليه بقاو كيديو يجيبو في الهضره، وغيبان في تصوليك بلي ماكراش يتحدى إيب مان. سالات الحصه خرجوا الوليدات وإيب مان محرك هو ولده من تما، ضرب على الرجال ديال فرانك داخل المدرسه حس بشي حاجه ماشي هي هادي. وبالفعل داكشي نيت اللي غادي يكون. والمدير في المكتب ديالو دخل تيمو اللي معاه هرسو الاتات، خلعوا المعلمين اللي تما، وتيم كيحاول يبزز عليه بعلم المدرسه يديروا فيها شي بزنس ديالهم. دخل إيب مان ضرب تيم الوجه لاحو، جاو الرجال ديالو دار الحبو مشتق من مق الحريره. ناض تيم بغا يدير ليه ديك اللعيبه ديال التبزيقه، جا فيه بركلا بركه مع الحيط، وهو كيتصل بالبوليس. دور وجهه لقى الرجال ديال تيم حاطين الموس على المعلمه. هنا صاحبنا ما بقى عنده حتى شي حل غير انه يخليهم يمشيو. مور هادشي جاو البوليس بالقياده ديال فاتس وخداو الاقوال ديالهم وتحركوا من تما. إيب مان كان عارف تيم ما غاديش يستسلم، داكشي علاش قرر يتناوبو التلام ديالو على حراسه المدرسه. في الجهه الاخرى يكون تيم ساخط على إيب مان وحالف حتى ينتقم منه، وإيب مان والتلام ديالو في المدرسه ضربوا عليهم قاصدينهم. فرع تيم اللي معاه الباب ودخلوا تعرض لهم إيب مان والتلام ديالو، وهنا غاد ترون. هو كيخلط في جهه التلام ديالو كيخلطوا في الجهه الاخرى، ولكن واخا كانوا صحا عليهم واللي جا عندهم كيفرشخوا الفقيره تمو، تيم جاب بزاف ديال الرجال وهما ملاهيين مع النص ديالهم. وحدين دخلوا المدرسه شعلوا فيها العافيه، والاخرين خطفوا المدير. إيب مان دور وجهه بانوا اللي غاديين بالمدير، غوت التلميذ ديالو يحرس الاستاذه وهو تبعهم. بقاو هما هاربين بالمدير، هو تابعهم اللي جا قدامه كيخلي ضاربوه، ولكن مع بزاف قدروا يعرقلوه، وكانوا شويه غيهربوا بالمدير كون ما تدخلش داك التصولايك. هز راسو بانت ليه مرونه لح العربه ديالو قصد حبهم. مع وصل جا في الاول بركله ضربوا مع هذوك اللي موراه، هذا كروشي ركله، وغيبان بلي صاحبنا حتى هو عنده ما يقول. شير عليه واحد بعصا عرض ليه صاحبه ضربوا للراس، حيدها لي جا فيه طيحه، وما داش بزاف ديال الوقت حتى خلى الطايح كثر من نايد، والنايد كيقول او مون ديو. هربوا الرجال ديال تيم، جاو الناس طفوا العافيه، وهما كيسكروا إيب مان والتلامذ ديالو. ضرب على تسولايك مشى عنده شكرو حتى هو، حيت كون ما كانش كون راه خطفوا المدير. سالات الليله رجعوا لديورهم، وإيب مان مع مراته في الدار يبان بلي ما عجبهاش الحال، حيت ولا مؤخرا كيضطر انه يبات برا باش يحرس المدرسه. حاولت مراته تقنعو بلي هادشي خدمه البوليس، ولكن صاحبنا كان عارف بلي العناصر ديال الشرطه قلال بزاف وما يقدروش يخليهم قدام المدرسه الليل كامل. سولاي من المدرسه تحرك نيشان عند واحد المراه كتكري الكراجات، وراته واحد دخل شافو، وهنا غنعرفوا بلي صاحبنا ناوي يفتح مدرسه ديال الكونغ فو وكيحاول يعرف شحال تقام عليه. ملي عطاتو المراه الثمن ديال الكراج عرف بلي مازال خاصو يزيد يجمع الفلوس، وخدا ولده وتحرك من تما. الصباح مشى فاتسو عند الشاف ديالو ياخذ الاذن باش يحقق في القضيه ديال المدرسه، ولكن الشاف ديالو ما بغاش يعطيه ليه، قال لي راه غادي يتكلف بها بنفسه، وغيبان بلي القضيه فائنه. في الجهه الاخرى إيب مان والتلامذ ديالو حارسين المدرسه بحال ديما، وقف عليه واحد الشيباني سميتو تين، وهاد تين غيكون هو المعلم ديال تيم. سمع من الناس بلي كيهاجم المدرسه باش يخلي المدير يبيع لداك فرانك، وجا لهنا باش يتاكد من صحه الخبر من عند إيب مان. معاه قال لي إيب مان بلي داكشي اللي سمع صحيح، قصد المصنع ديال تيم. إيب مان شافو معصب ما خلاش يمشي بوحدو. كيوصل الشيباني لتما بدا كيسمع تيم الهضره، كيقول ليه بلي مرباش على انه يعاون الاجانب على بلادو. بدا تيم كيترد معاه وهو يدير ليه ديك ماك. تيم بطبيعه الحال ما غاداش تصرت ليه،
المعلم ساهج بد مشير عليه وكان شويه غيقتلو كل ما تدخلش ايبمان. شد التيمال موس حيدو ليه الوالي يدو الرجال ديال التيم شافو هادشي بداو قاصدينو ويلا غترون وصل المحقق فهاد سفرتك جوج قله. من بعد هادشي اللي وقع رجع صاحبنا عيال للدار لقى مراتو مخلي عليه العشاء تعشى ونعس سمانيت حيت كانت مازال مقلقه منه. الصباح غنشوفوها قاصده السبيطار وغنعرفو بلي مؤخرا بدات كتحس بشي وجع وغدا باش تعرف السبب ديالو. دخلاتها الطبيبه دارت ليها الفحوصات ومن خلال النتائج اللي خرجوا قالت ليها بلي ممكن يكون عندها شي ورم بالرغم من انه مازال ما تاكدوش من هادشي ولكن غيبان في وجهها بلي تضمرات. في الليل غنشوفو تصولايك لعب كومبا في الحلبة ديال التيم. صاحبنا كان في نهارو قدا يربح بزاف ديال الفلوس وهو خارج من تما وقفو تيم. سولو تصولايك شنو بغى منه عرض عليه فلوس في المقابل ينتقم ليه من الشيباني. تصولايك في الاول رفض ولكن ملي قال ليه تيم يعاود يحط رجلو في هاد البلاصة اضطر انه يوافق خدا من عنده الفلوس. والنهار الاخر الشيباني في المحل ديالو تلتم ودخل عليه مع وصل هجم عليه بدا الشيباني كيدافع على راسو والدعوة غترون. الشيباني كان حتى هو معلم ديال الكونغ فو ولكن مع التقدم في السن بدا كيضعف داكشي علاش قدر تصولايك يتغلب عليه. اعطاه قتلة ديال الكلاب دمر ليه المحل ديالو وخلاه مكسل تما وتحرك. نمشيو عند ايبمان فاق الصباح القمراتو كتسنى سولا اش واقع وهي كتحاول تعاود ليه البلان ديال الورم اللي قالت ليها الطبيبه جاتو ابي جاوب قالوا لي داكشي اللي وقع للشيباني ديك الساعه تحرك عنده بلا ما يسمع شنو كانت باغا تقول لي. وصل للسبيطار لقى الشيباني مفرشخ وهو كيحاول يعرف شنو وقع ليه. غيكون تيمو اللي معاك يخطف الاولاد من المدرسه وغنعرفو بلي من الاول صيفط صول لايك يضرب الشيباني باش يخلي ايبمان يمشي عنده هكا غيبعدو على المدرسه وغيدير ما بغى. حاول التلميذ ديال ايبمان يوقفو عطاه قتله ديال الكلاب خطف بزاف ديال الوليدات وخطف معاهم حتى ولد ايبمان وولد صولايك. صاحبنا مع وصلاتو الخبار هز عصا وقصد المقر ديالو وهو داخل كان ناوي على خزيت ولكن مع وقف قدام تيم خرج ولده حط عليه موس وقال له يحيد العصا ولا غيصفيها ليه. صاحبنا في هذه اللحظه ما كانش عنده حل اخر لاح العصا جلس في الارض كيف ما قال ليه وهو كيطلب منه يطلق الاولاد حيت ما عندهم حتى شي دخله. وصلت سولاي وغيكون جا لهنا باش ياخذ ولده اللي حتى هو يكون مخطوف. تيم ما عرف هذا الشيء طلق ليه ولده خداه وتحرك من تما وامر الرجال ديالو يضربوا ايبمان. هجموا الرجال ديالو على ايبمان صاحبنا علق حيت ما غاديش يقدر عليهم كاملين. وتصولايك خارج من تما حس بالدرب من هذا الشيء اللي كيدير فيه وديك الساعه هرب ولده ورجع يعاون ايبمان. ايبمان في هذه الوقيته يكون علاق واللي جا عنده كيخلط حبه. دخل واحد السفينه دخلوا موراه تما شدهم اجي انت شد لقى هاك الفقيره تمك وهو كيخلط فيهم. وقف تصولايك على تيم ومازال تيم كاع ما كمل ديك اش كدير هنا دار الحبو ديك الراق ضربو نضادرو دخلوا ليه في عينيه وبقى اللي جا عنده كيدير الحبو السكسر بالك وهو ملاهي معاهم. استغل تيم الفرصه هز ولد ايبمان وعفاط ضرب عليه ايبمان تبعوه الرجال ديالو وهو مقاتل معاهم. قال تيم يوقف ولا يقتل ليه ولده ولكن صاحبنا حتى هو داخل على القرعه. تيم في هاد اللحظه سخط ويلا غيضرب الوليد طلع ليه بعضه وعفاط طلع في واحد الدعامه ديال الخشب وقف ايبمان تحتها واللي بان لي تابعو كيخبط حبه وهو كيخلط لداخل تصولاي كيخلط برا. وفي هاد الوقيته وصلوا البوليس وكانوا جايبين معاهم الصحافه باش يثبتوا على تيم كاع الاعمال الغير قانونيه اللي كيدير. اعتقلوا كاع الرجال ديال تيم اعتقلوا معاهم حتى تصولاي ولكن تيم قدر يعلق. سال هاد الشيء رجعوا الاولاد لديورهم وايبمان خدا ولده وتحرك لدارو. وصل تما لقمراتو شويه وتموت بالخلعه حاول يعتذر ليها قالها بلي قريب غيسالي هاد الشيء وهي جبدها مع بواحد المسمنه وتحركت كتبكي. صاحبنا من التصرفات ديالها عرف شي حاجه ماشي هي هذيك تبعها سولا اش واقع وهنا غتعاود البلان ديال انها ممكن تكون مريضه بالسرطان. صاحبنا سمع هاد الشيء تصدم. النهار الاخر عاودوا مشاو للسبيطار باش يتاكدوا داروا كاع التحاليل خرجوا النتائج وهاد المره تاكدوا باللي بصح عندها سرطان واكثر من هاد الشيء عرفوا انتشر لها في الجسم ديالها ويلا طولات 7 شهور والله يعاون. نمشيو عند فرانك وهو في البيرو ديالو دخل عنده داك الضابط اللي كيحمي الاعمال ديالو وهاد المره جا لهنا باش يطلب منه يوقف حيت من بعد البلان ديال اختطاف دري الصغار تفرش كل شيء والا استمروا في الحمايه ديالو غيتفرشوا معاه. فرانك سخطو هاد الشيء وديك الساعه نزل المساعد ديالو تيم سلخ حبو جرى عليه وصيفط واحد الايبمان وايبمان ومراته خارجين من عند واحد المعالج طلع معاهم في لاسونسور. ايبمان ضرب عليه عرفوا ناوي على خزيت ومن اللحظه اللي طلع فيها هو حاضي معاه. عطى لمراته شدات ليه التقاديه ومعاه هجم عليه طاكيه جاب حبو ضربو مع لاسونسور وكيوقفوا في الطابق اللي موراه دفعوا خرجوا يكملوا مدابزه برا وخلى مراته هبطت بوحدها. داك الصاد كان مدرب مزيان ولكن التدريب ديالو ما قدر ليه والو مع ايبمان وهو كيضرب صاحبنا كيطاكي كان بزاف ديال المرات غيجيبها فيه ولكن قدر يخوي ليه وملي بان ليه عيا شدو جا في بواحد المسمنه للوجه جرو من الدروج ضربو بركله وشدو هادي تنفع هادي الضر واللي ما قتلات تسمن. ملي وصلوا لاخر درجه ضرب مو بنص جابو للدص عاود هزو دار لي واحد اللعيبه ما عرفتش شنو سميتها وملي بان ليه صافي ما بقاش قادر يوقف عرف منه بلي فرانك اللي صيفطو وقال له يلاه هز عليا صندالتك وزيد تحرك من هنا لمشعكك اللي ولدك. في العشيه وفرانك في البيرو ديالو غنشوفو ايبمان داخل عنده وغيكون جا لهنا باش يفاريها معاه فاس فاس. قال ليه فرانك مرحبا غنديرو كومبا فيها 3 دقائق وإلا قدرتي تشد معايا احتسالي الوقت عمرك غادي تعاود تشوفني. ايبمان ما كيعرفش شي حاجه سميتها مشاريع قبل التحدي ديالو بدا الوقت وبداو الهجوم على بعضياتهم. الضربات ديال فرانك كانوا قاصحين بزاف الا مشى حتى جا فيك بتصرفيقه فحيلا ضربك بباله ولكن حتى الخفه ديال ايبمان عاوناتو بزاف بقاو دقه فيا دقه فيك. مره فرانك يضربو يلوحو مره ايبمان كيدخل ليه وغيبان بلي مقادين في النيفو.
هاد اللحظه شير ايت مع فرانك راس المال، فرانك قصدوا الوجه وحتى كانوا غيزعزعوا بعضياتهم وهو يسري الوقت. بهذا الشيء يقدر ايت مان يصمد قدامه وخاصو يخوي المدينه كيف ما وعدوا. في الجهه الاخرى قدر اخيرا تصولي كيف تحن الدراسه ديالو، ولكن باش يجيب تلامد خاصو ضروري الاشهار. قصد واحد الصاد خدام في الجريده طلب منه يكتب عليه، رد عليه داك الصاد بلي ما يقدرش يكتب عليه وما داير والو. وتصولي كيف كرش غيدير ضرب لواحد الاستاذ ديال الكونغ فو. ديك الساعه طلب من الصحفي يجبد الكاميرا ديالو وقصدو تحداه. الاستاذ في الاول رفض، ولكن ملي هجم عليه الطريق بالتحدي ديالو وهنا غيبان بلي تصولي واعر عليه بزاف، عطاه قتله ديال الكلاب وغيبان بلي ما عندوش فرصه قدامه. صاحبنا ما حبش هنا، بل كمل في تحدي المدربين الاخرين، وكل مره كانت ياخذ مع صحفي يصور هو كيسلخهم باش يتشهر وتزيد الشعبيه ديالو. بالفعل الخطه نجحت، ومن بعد ما غلب كاع المعلمين ديال المدينه كلشي ولا باغي يدرب عنده، ولا الناس كيحتارموه. ولكن كانت عنده واحد العقده اللي هي انه ايبمان عنده نفس الاسلوب ديال الكونغ فو، وخا يدير اللي دار كيبقاو الناس يقولوا على ايبمان راه هو الحامل الاصلي. وهنا ما بقى عند سولايك حتى شي حل غير انه يتحداه. لونسا التحدي في الجريده، شافوا الناس كاملين، شافوا حتى ايبمان. ولكن ايبمان من اللحظه اللي عرف بلي مراته بقات لها غير 7 شهور وتودع، قرر انه ينسى الحياه ويدوز كاع الوقت معاها. جا النهار المقرر تكون فيه الكومبا، جمعوا الناس، الصحافه، الاسئله ديال الكونغ فو، وكلشي مستني صاحبنا يجي غيكون هو عندك سوي كيتعلم الرقص على قبل مراته. سولو سوي علاش رفض يعلمو الكونغ فو، قال لي بلي طلب منه يمشي غير باش يختبره هو دارها بالصح. سوي سمع هادشي بدا كيضحك، علمو شويه ديال الرقص، وهو مع مراته غيكونوا الناس عياو ما يتسناوه. وملي ما جاش للحكم ديال الفائز هو تصولايك، ومن هنا للفوق غيكون هو الحامل ديال اسلوب الكونغ فو. ايبمان واخا كان تيبين راه فرحان مع مراته ما مسوقش للتحدي ديال تصولايك، ولكن مراته كتعرفو مزيان وعارفه ما غاداش تصرات ليه. داكشي علاش صيفطات برا تصولايك دارت معاه يتحداه مره اخرى. وفي هاد الوقيته تكون هي مرضات بزاف ولات حالتها حاله، ولكن واخا هادشي قررت تمشي مع رجلها للتحدي. في النهار اللي داروا فيه غنشوفوا داخل هي ورجلها للمدرسه ديال تصولايك، تما لقاه كيتسناه. الكومبا ديالهم كانت كتقسم ثلاثه ديال الجولات. الجوله الاولى بداوها بالعصاين اللي كانوا حتى هما داخلين في الاسلوب ديالهم، تقابلوا في الحلبه، بدات الكومبا. ديك الساعه بداو دقه فيا دقه فيك، وغيبان بلي مقادين في النيفو. بقاو على هاد الحال حتى تهرسوا العصيات بجوج، وهكا حسبت الجوله تعادل. في الجوله الثانيه جبدوا الحبيبه الطويله، الماس كانوا ماضيين بزاف، ولكن صحابنا مدربين على المدابزه بيهم. ضربوا طاكي على روحك، دير ها ولا ها تدي ودنك في جيبك. بدا كل واحد منهم كيشير على الاخر بجوج باغيين يفنيو بعضياتهم. شيرت صولايك على ايبمان الكرش طاكي، جا في بركله طير الموس الاول، شير عليه الثاني خواليه وطيروا ليه حتى هو. وملي بقى صولايك بلا سلاح رمى ايبمان الموس ديالو وخرجوا ليكا. صحابنا كانوا كيتقاتلوا بنفس الاسلوب، الشيء اللي مخلي صعيب على كل واحد منهم يغلب الاخر. ضرب ايبمان صولايك بركله لاحو، وصولايك طايح جا فيه حتى هو، ومع ضربه في الارض نادو عاوتاني. غفلت صولايك ايبمان جا فيه العين وهو غادي ليه يكمل عليه، ضربوا ايبمان واحد الضربه للجنب سكت ليه الحجره وغيبان بلي محال يزيدها. بهاد الشيء ربح ايبمان الكومبا، وهو خارج من تما هرس صولايك السميه ديال مراته جديده، واعترف لايبمان بلي هو الحامل ديال الاسلوب الحقيقي. مور هاد الشيء خدا ايبمان مراته وتحرك من تما، دوز مع هذاك الشيء اللي بقى ليها، حاول يعوضها على اي حاجه فاتت، ومن بعد مده قصيره تغلب عليها المرض وداموا الامانه امانته. من بعدها كمل صاحبنا حياته بوحده بين التربيه ديال ولده وبين تدريب الطلاب ديالو. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك، كومنت، سبسكرايب، وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.